اهلا وسهلا. طبعا انا الحين دخلت مشيت النفق هذا، وهنا الحرم. طبعا راح امشي كذا، راح اتوجه على شارع ام القرى او شارع المنصور او شارع الستين، كلها بتقع في هذيك الناحية. تمام، بالنسبة للناس اللي طلبوا مني أصور شارع أم القرى، حصلت فرصة اليوم راح أمشي شارع أم القرى. طبعا زي ما أنتم شايفين السيارات واقفة. اليوم يوم 29 رمضان بعد صلاة الفجر، زحمة والطرق مسكرة وكثير من الناس بيمشوا، فطبعا ما في سيارات، وإذا في يعني بتكون أسعارها مرتفعة، فالناس بيضطروا إنهم يمشوا. طبعا الحين على يميني فندق أنجم، هذا هو، وقدامي الشارع العام شارع أم القرى، وطبعا هنا على يساري أبراج جبل عمر مثل ما أنتم شايفين. راح أمشي كذا وأطول. طبعا راح أصور لكم لقطات من الشارع العام، طبعا ما راح أصوره كامل وأنا أمشي. هذه حفلة مكة اللي رحت فيها أول، فاللي يميز الشارع هذا إنه من الحرم يوصل على شكل مستقيم على جدة، لا يمين ولا يسار. طبعا هنا بتجي المحلات التجارية، طبعا الشارع مرة طويل، ما راح امشي لين الاخير، راح امشي لين المكان اللي انا احتاج، راح اوريكم. طيب لازلت أمشي في الشارع العام، راح أوريكم المسجد هذا اللي على يسارنا، هذا هو. طبعا هذا المسجد هو مسجد بن لادن، وهنا لو دخلنا هنا على اليمين على الشارع هذا أو على الدخلة هذه، راح تجي الحفائر والقشرة والتيسير والأحياء اللي هناك. المهم وأنا ماشية في الشارع شفت المكان هذا، هنا في خيمة إفطار الصائمين مثل ما أنتم شايفين، هنا بيسووا إفطار الصائمين في شارع أم القرى على الشارع كذا، مكان محوش وداخله. طبعا راح اكمل واواصل المشي. المهم على يساري في مشروع زي ما انتم شايفين، وهنا قدامي بيجي كوبري شارع المنصور. طبعا السيارات بتطلع الكوبري وبتتوجه على شارع الستين، انا راح امشي من تحت.
هذه لوحة إرشادية بيقول لنا إنه شارع عبد الله عريف في الأمام وطريق جدة السريع طبعاً، شارع الحجون على اليمين وشارع المنصور على اليمين واليسار، وهذا هو كوبري شارع المنصور. هذا هو الكوبري. طبعا شارع أم القرى بشكل مستقيم هنا على اليمين، في البداية شارع المنصور وبعده يجي الحجون، وطبعا على جهة اليسار في الناحية هذه برضو شارع المنصور. هنا الكوبري، ولسه الطريق، طبعا الطريق طويل لين الأخير. راح أمشي صراحة في محل أبغى أشتري منه، بس والله طبعا الشيء اللي أبغى أقوله، على اليمين وعلى اليسار في الداخل في بيوت قديمة وفي أحياء قديمة، بس أنا ما عندي وقت أدخل أصور. المهم يمكن في طريقة الرجعة، احتمال إذا حصلت فرصة احتمال أصور لكم شويات. بس هنا في محلات جوالات كثيرة كانت من أول موجودة، فبعد ما جاء الهدد راحت أغلب المحلات. المهم ضربت المشوار الطويل هذا عشان المحل هذا. أوكي راح أدخل أشوف شو عندهم. هذا سعرها، وهذه مرة صغيرة وحلوة تنفع للي عندهم دوامات كذا. حتى هنا تحت حافظة للحرارة أكواب، شوف هذا مرة حلو، أكواب مرة حلوة صراحة. هذا سعرها. هنا في صحون صحون خشبية مرة حلوة. المهم لقيت مايكروفات أشكال مرة حلوة وكيوت، سعرها 879، مرة حلوة مرة صغيرة زي ذا رصاصي. شوفوا شوفوا ذي الصحون مرة حلوة مرة رهيبة. هذه فناجيل شاهي أخذت منها، سعرها 22 ريال، وذي فناجيل قهوة أخذت منها سعرها 24 ريال، 6 حبات. المهم بوريكم المنظر بعد ما خرجت من المحل. الشمس كانت لسه ما شرقت، فشوفوا ما شاء الله تبارك الله الشمس شرقت ووصلت لين فين. تأخرت صراحة يعني وأنا جالسة أدور.
المهم دخلت على جهة شارع المنصور اللي على اللي كان على جهة يميني، أوكي. دخلت من هناك ودخلت في دخلة، قلت أشوف أصور يمكن أحصل بيوت قديمة شي يعني. والله ما أدري وين تطلعني ذي الحارة، هي حارة قديمة أكيد تعتبر، والبيوت قديمة خصوصا الشباك هذا بدل على هالشي. طبعا اللي عاشوا في حارات مثل هذه او اللي عايشين فيها هم يعرفوا ايش يعني انك تعيش في حارة. خرجت الى فرع او تفرع للحارة، عرفت الطريق من هنا، هذا بيوصلنا على القشلة. راح كمل ان شاء الله. يا جماعة الخير، اتذكرت شيء انه هنا في بيت اثري موجود، دوبي اتذكرت صراحة، وكويس اني مشيت من هنا. هذا تقريبا بيت اثري بس مسكون، في ناس ساكنين فيه، لكن اللي انا اقصده قدام شوية ان شاء الله يكون موجود. كان بيت اثري مرة قديم. طبعا البيت مبني على اساس ما في مكيفات، ما في فتحات المكيفات، بس لاحقا هم مسوي مكيفات. هنا في برحة، في اشجار مرة حلوة ما شاء الله تبارك الله، وصوت العصافير من الصباح. طبعا هنا الساعة 7 صباح. البيت الاثري هذا هو اللي قلت لكم عليه، زي ما انتم شايفين. طبعا البيوت هذه تكون تقريبا لها 70-80 إلى 100 سنة اقل او اكثر، مرة قديم. طبعا ما في حد ساكن فيه، راح اوريكم الجهة الامامية. طبعا البيت من الجهة الثانية او من الجهة الخلفية زي ما انتم شايفين. التصوير مش مرة لأنه الشمس دوبا شرقت. فهذا هو البيت الأثري اللي قلت لكم عليه. طبعا شوفوا حركة الطوب هذا، كانوا بيسووا فتحات على أساس يدخل الهواء يهوى البيت أو السطح. المهم بكمل الحارة. والله في فروع كثيرة، انا ما معي وقت ادخلها كلها، فراح اكمل اروح.